بيتأثر العديد من المشاهدين بأدوار الشر اللي بتابعوه على التلفزيون وبيعملوا ردة فعل عكسية تجاه الممثل ذاته. فيصل الأسطواني كشف لموقع الفن عن ردة فعل الناس تجاه أدوار الشر اللي بيأديها بكل عمل. في قسم بيسب، في قسم بيدعي، في قسم بيقول لي ما عيب عليك، شو بيطلبوا منك؟ ليك الختيرة عادة بتقلي والله بلاها هالشغلة وكذا وهيك. الشباب بينبسطوا فيه، هول اللي بآخر الطعش للعشرينات بكيفوا على هول الأدوار. هلأ هو ليك بأدوار الشر إجمالا، كل إنسان عنده جوا نزعة شريرة بس هو بيكبتها، فلما بيحضرك بينبسط فيك لأنك أنت بتنفس له شوي. عرض عليك تكون بمسلسل هيبة ورفضت، فشو السبب ليه رفضت تكون بالهيبة مع أنه اللوك تبعك بيتوافق مع أحداث القصة؟ لا هي ليك كلمة رفض تقيلة شوي علي وعلى المنتج وعلى المخرج وعلى الكل. هي ما صار رفض، صار عدم توافق لا بالأوقات ولا بالشكل ولا بالهول ولا هيدا. يعني بالجزء الأول طلبوا مني أبعت صورة لأنا هلأ كيف بعدتها مساعبت انه كنا عاملين دقن خفيفة ودقن من هون وكذا وهذا، فكان تايم اخذ الكاركتر ما بعرف شو صار يومتها انه لا ما مشي الحال. على الجزء الثاني كمان صار دور انه مش خرج ايه، وعلى الجزء الثالث كمان كنت انا عامل كاركتر انه ما فينا نفضحه هلأ، بس كنت حالق نص شعراتي وعامل شوارب ودقن وكذا كمان ما بتركب، فكانت عم تسائب. يعني لا هني ما بدهم ياني ولا أنا رافض، بالعكس شركة الصباح شركة كتير عظيمة. أكثر من عمل جمعك أنت وزياد برجي، فخبرني شوي عن كاركتر زياد، مميزات شخصيته، شو بتقول عنه؟ زياد روعة. زياد ليك شغلي زياد اللي بيفهم له صاحب، كتير صاحب زياد، بس أنه كيف بدي خبرك يعني ليك هو فنان بكل معنى الكلمة وحساس كتير من جوا، فما ما بيسوى تدقروا بهيدا المطرح، بس هيدي هي يعني بس تعاملوا صح بتملكوا. عرفت كمان انه عندك كتير اعمال هلأ عم بتحضر لها وحضرت لها وفايت على اعمال جديدة، فخبرني شوي هيك بشكل مختصر. هلأ من اروعهم واحلاهم اللي انا مبسوط فيه هو مسلسل اسمه راحوا لنديم مهنا، كتابة كلوديا مارشاليان. هيدا يعني انا شخصيا من الادوار اللي مش بحبها اللي حبيتها وعشقتها. واشتغلت كمان لكلوديا مع فيليب اسمر للام تي في، شو اسمه على اسمك اسمه، وعم صور بعدني بالحرملك بابو ظبي الجزء الثاني والثالث هلا اللي بدنا نسويه، وفي عنا هيدا الفيلم وحضرنا شو كمان بعد عرضنا ايه عم نعمل بما في اثنين كمان، وعملت شيء أنا مع عابد فهد مسلسل هو العشرات هيدي السنة كلهم نعملوا، وعملنا شو عملنا بعد عملنا كتير اشياء، بس هلأ عم نحضر عملين لرمضان، والحلو هلأ الجديد هيدي أول مرة سابقة حتصير عم نعمل عمل للإنترنت 10 minutes بس الحلقة 10 minutes ايه مع MBC. بالمبدأ هلأ لا هيدولي اللي عم نحضرهم الـ 10 minutes هولي 60 10 دقايق، ايه هيدي شغلة مهضومة عم نحضرها هلأ، وعم نحضر عمل متكامل رائع لرمضان. رائع رائع. انا عرفت انه في تشيك بجيبتك، هيدي اول قبضة بعد فترة، فعمالي عارف قديه بيقبض، قديه بتقبض على ادوار الشر؟ فرجينا التشيك اذا بتريد. بدنا نشوف قديه لكاميرا الفن، بدنا نشوف. لا كيف يجيك الرقم في مالية طول بالك. لا هيدا تشيك من شركة داي تو، جورج كرم صديقي. قول 10,000 أو تحت 10,000؟ لا 5 أو تحت. لا يا رجل وينك رايح، هذا ما بنشوفهم الأرقام ضربة واحدة، بتشوفهم كتار بس بيقسموا لك إياهم، يعني ماكسيموم 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 تاخد الدفعة 3-4,000 ماكسيموم الدفعة، يعني صاروا إذا الدفعات كتير بيقسموا لك إياهم على 10 مرات، إنه مش إنه بيعطوك إياهم دفعة واحدة، لو دفعة واحدة كنا كيفنا. بس عارف عارف يا وبتصرفهم أكيد بالهنا. بدي أطلب منك كلمة أخيرة لموقع الفن. موقع الفن أنا من الناس اللي بيتابعوه يعني وحاطه عندي بالفيفرتس، بفتح وبشوفه أكيد. رائع، يعطيكم العافية وتضلوا بهالهمة.